مشرحة البحار 40 رواية غير معتبرة. فمن أين يثبت المهدي وولادته عليه السلام؟ أولا في بحار الأنوار الجزء 51 وتحت عنوان ولادة المهدي وأحوال أمه عليه السلام، استدل المجلسي بأكثر من 40 رواية. التفت، بعض الروايات ليس لها رقم، تسلسل. ثانيا، قد ثبت وأثبت الشيخ محسني في المشرعة الثانية إن جميع الروايات غير معتبرة وساقطة ولا تصلح للاستدلال. ثالثا، لتخفيف وطأة الصدمة استثنى محسني روايتين، الخامسة والثالثة والثلاثين، لكن سرعان ما استخلص عدم اعتبارهما أيضا، حيث علق كل رواية على شرط محتمل مردد لا يثبت ويبطل من أصله أو لتردده، كما أوضح الشيخ محسني نفسه، فتسقط الروايتان سنداً إضافة لعدم دلالة متنيهما على المطلوب. رابعاً، قال محسني: الباب الأول ولادته وأحوال أمه عليه السلام فيه أكثر من 40 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت. برقم 5، إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها. وبرقم 33، إن كان الخشاب هو الحسن بن موسى لكن فيه تردد لأنه من الطبقة السابعة، والحال إن الخشاب في هذه الرواية روى عنه ابن أبي نجران وهو من الطبقة السادسة فهو مجهول. خامسا، الرواية رقم 33 في البحار الجزء 51 غيبة اللعباني، محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك والحميري معا، عن ابن أبي الخطاب ومحمد بن عيسى وعبد الله بن عامر جميعا، عن ابن أبي نجران عن الخشاب عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل النجوم السماء، كلما غاب نجم طلع نجم، حتى إذا مددتم إليه حواجبكم وأشرتم إليه بالأصابع جاء أتاه ملك الموت فذهب به، ثم بقيتم سبتا من دهركم لا تدرون أيا من أي، واستوى في ذلك بنو عبد المطلب، فبينما أنتم كذلك اطلع الله عليكم نجمكم فاحمدوه واقبلوه. أليف، لقد بين الشيخ محسني إن الرواية ساقطة سندا وغير معتبرة لمجهولية الخشاب الذي روى عنه ابن أبي نجران من الطبقة السادسة. ب، إضافة لعدم اعتبار الرواية سندا فإنها ساقطة المتن، فالمتن لا يدل على المطلوب، أي لا يدل على وجود ولادة المهدي بن الحسن العسكري عليه السلام، فيمكن أن يستدل بالرواية كل صاحب دعوة ينتمي لأهل البيت كالزيدية والإسماعيلية وغيرهم. جيم، إن وضوح وسهولة إبطال وإسقاط الرواية سنداً ووضوح سقوطها وعدم دلالتها متنا يكشف يقيناً عن أن الشيخ محسني قد استثناها قبل أن يسقطها من باب التقية الشرعية من أجل مداراة مشاعر العامة العوام والخواص والحوزة والمراجع، وللتخفيف من أثر الصدمة الكبرى المترتبة على سقوط وعدم اعتبار جميع روايات البحار التي يراد الاستدلال بها على وجود المهدي وولادته عليه السلام. سادسا، الرواية رقم 5 في البحار الجزء 51 كمال الدين للصدوق ابن عصام عن الكليني عن علي بن محمد قال: ولد الصاحب عليه السلام في النصف من شعبان سنة 55 و200. أليف، الشيخ محسني قد استثنى الرواية وعلق الاستثناء على شرط إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها، وهذا الشرط غير تام وكما يظهر من كلام محسني أيضا. ب، لا يخفى على المتفت إن كلام محسني يدل على تضعيف وعدم تمامية الشرط وأنه لا يتبناه، حيث قال إن ثبتت كما قيل بها، لو كان محسني يتبنى الشرط لثبت الشرط بقول وقد ثبتت ونحوه بدلا من قول
انتبتت أو في آخر الكلام. لو كان محسني يتبنى الشرط لثبت الشرط بالإشارة إلى صحة القيل بأن يقول وهو ثابت أو والقول صحيح ونحوهما في آخر كلامه أو بدلا من قول كما قيل بها. ويظهر من قوله انثبتت كما قيل بها تكرار وتأكيد على تضعيف الشرط وعدم قبوله، فلم يكتفي بقول انثبتت ولم يكتفي بقول كما قيل بها بل ذكرهما معا. جيم عليه لا تثبت وثاقة ابن عصام حتى عند الشيخ محمد محسني نفسه، فتسقط الرواية عن الاعتبار، ويتحصل سقوط كل روايات البحار في باب ولادة المهدي وأحوال أمه عليه السلام، فلا تثبت ولادة المهدي ولا يثبت وجوده أصلا. سابعا، ثبت واقعا إن ترحم أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام على شخص لا تثبت وثاقته ولا تدل على الوثاقة، فكيف إذن بترحم غيرهم كالشيخ الصدوق؟ أليف عليه لا تثبت وثاقة ابن عصام بترحم الشيخ الصدوق عليه، انتبت الترحم. باء الترحم لا يثبت الوثاقة سواء كان الترحم قليلا أو كثيرا. ثامنا، حديث محسني عن ترحم الصدوق يشير بوضوح إلى أن ابن عصام لم يوثق في كتب الرجال، وإلا لذكر ما قاله الرجاليون من توثيق. أليف وجدت محمد بن محمد بن عصام في معجم رجال الحديث الجزء 18، فقد ذكره الخوئي من دون ذكر أي مصدر رجالي يعتمده عادة كالنجاشي والطوسي. قال الخوئي محمد بن محمد بن عصام الكليني من مشايخ الصدوق ترضى عليه في المشيخة في طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني، وذكره في العيون الجزء الأول الباب 11، فيما جاء عن الرضا عليه بن موسى عليهما السلام في التوحيد الحديث الجزء 13، ولكن فيه محمد بن محمد بن عاصم الكليني، والظاهر أنه تحريف، وروى عنه في الفقيه الجزء 4 باب الوصي يمنع الوارث ما له بعد البلوغ. تاسعا، يلتفت إلى أن كتب الرجال المعتمدة قد ترجمت عنوان ابن عصام وأبو عصام ومحمد بن عصام، وقد ترجمها الخوئي نفسه، إلا أن الخوئي لم يعتمدها في ترجمة محمد بن محمد بن عصام، وهذه دلالة على عدم اتحاده مع أحد تلك الأسماء، وتأكيد على عدم ذكر محمد بن محمد بن عصام في الكتب المعتمدة كرجال النجاشي والطوسي. أليف في معجم رجال الحديث 23 قال الخوئي ابن عصام تقدم في أبو عصام. باء في معجم رجال الحديث 22 قال الخوئي أبو عصام. قال النجاشي في رجاله أبو عصام ذكر حميد بن زياد قال سمعت من أبي جعفر محمد بن الحسين بن حازم نوادر أبي عصام. وقال الشيخ في الفهرست ابن عصام له نوادر أخبرنا بها جماعة عن أبي المفضل عن حميد عنه، والطريق ضعيف بأبي المفضل. جيم في معجم رجال الحديث 17 قال الخوئي محمد بن عصام. قال النجاشي محمد بن عصام الأنماطي كوفي له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد بن زياد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن رجاء البجلي عنه. وقال الشيخ محمد بن عصام له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن حميد عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن رجاء البجلي عنه، ومات ابن رجاء سنة 66 و200، وأراد بهذا الإسناد جماعة
عن أبي المفضل عن حميد، والطريق ضعيف بأبي المفضل. عاشرا، اتضح مما سبق إن المقصود من ابن عصام الذي ذكره المجلسي هو محمد بن محمد بن عصام، كما جاء في المصدر في كتاب كمال الدين الذي نقل عنه المجلسي في كمال الدين صفحة 395 في باب ما روي في ميلاد القائم. قال الصدوق: حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا علي بن محمد قال: ولد الصاحب عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200. 11، يظهر من رواية كمال الدين إن قول محسني إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها، يقصد منه عنوان الترضي وليس الترحم. 12، بمراجعة بسيطة لكلمات الشيخ الصدوق نجد عادة ما يستخدم الترضي على مشايخه وكذا على أسلافه، فلا يوجد خصوصية لابن عصام في الترضي الترحم عليه، ولا يوجد كثرة للترضي للترحم على ابن عصام، مع الالتفات إلى ما بيناه سابقا من أن الترحم الترضي لا يثبت الوثاقة ولو صدر من إمام عليه السلام. وشواهد ترضي الصدوق كثيرة جدا، منها: أليف، في من لا يحضره الفقيه في المشيخة. قال الصدوق: وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم عن محمد بن يعقوب. باء، في مقدمة من لا يحضره الفقيه قال الشيخ صدوق: صنفت الكتاب بحذف الأسانيد، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة مثل كتاب حريز وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرق إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. جيم، في كمال الدين تحت عنوان ما روي في ميلاد القائم قال الشيخ الصدوق: أولا، حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه. ثانيا، حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه. ثالثا، حدثنا جعفر بن محمد بن منصور رضي الله عنه. رابعا، حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه. خامسا، حدثنا محمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنهما. سادسا، حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنهم. 13، يتحصل مما سبق سقوط وعدم اعتبار رواية المجلسي ابن عصام عن الكليني عن علي بن محمد قال: ولد الصاحب عليه السلام في النصف من شعبان سنة 55 و200، وذلك أليف، لأن ابن عصام لم تثبت وثاقته. باء، ولأن الترضي الترحم لا يثبت الوثاقة. جيم، ولأن مفاد الرواية ليس عن أحد الأئمة عليهم السلام، بل هو قول لأحد الأشخاص علي بن محمد يذكر فيه تاريخ الولادة كما ننقل نحن وغيرنا ذلك، فكل ذلك لا يثبت الولادة، ولا يثبت الشهادة على الولادة، ولا يثبت صحة السند وتماميته المتصلة بقول إمام عليه السلام، أو المتصلة بشهادة حسية من أحد الثقات. 14، النتيجة عدم ثبوت ولادة المهدي عليه السلام لسقوط جميع روايات البحار عن الاعتبار. أليف، فقد أصاب وأثبت الشيخ محمد آصف محسني في المشرعة سقوط وعدم اعتبار أكثر من 40 رواية ذكرها المجلسي في البحار الجزء 51 تحت عنوان ولادته وأحوال أمه عليه السلام. باء،
لقد اتضح وثبت سقوط وعدم اعتبار جميع روايات باب ولادة المهدي وأحوال أمه عليه السلام من تاريخ الإمام الثاني عشر في بحار الأنوار الجزء 51. 15. ما هي ردود الشيعة شيعة القبور الشيعة القبورية على صحة وتمامية البرهان والدليل للشيخ محسني في تفنيد وإبطال جميع روايات ولادة المهدي وأحوال أمه عليه السلام؟ 16. يا شيعة القبور، هذا هو تراثكم الواهن الخاوي، التراث العاجز عن إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام، الذي هو أساس عقيدتكم وتاريخكم ومجتمعكم وسيرتكم وسياستكم وعصاباتكم وميليشياتكم ووجودكم. أليف. وبعد كل هذا الوهن الساحق تأتون بكل صلافة ومغالطة وسفسطة، تهربون من الحجج والإلزامات بتضعيف رواية هنا أو هناك. باء. فيا قبوري، أثبت أساس عقيدتك وأصولها وأركانها بروايات صحيحة من تراثكم، ثم بعدها تفلسف وغالط وسفسط وخادع وتحدث عن صحة رواية في مورد فرعي هنا أو هناك. جيم. وقبل ذلك كله وبكل وضوح وتأكيد، يجب شرعا وعقلا وأخلاقا وتاريخا على جميع مراجع وعوام الشيعة القبورية إثبات عقيدتكم بالقرآن، قرآننا المحرف عندكم أو قرآنكم الغائب المؤيب. شر البلية ما يضحك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 17. بعد الصدمة الكبرى في سقوط روايات ولادة المهدي عليه السلام، ما هو رأي وقول الشيعة القبورية في بحار المجلسي، بحار الجراثيم والسموم والمواد الضارة والشكوك والشبهات والخرافات؟ أجيبونا يرحمكم الله. 18. إن الكلام ليس في ولادة متعلقة بالأنساب والتاريخ، بل هي ولادة متعلقة بالعقيدة والدين، ولادة مستلزمة لوجود الإمام والإمامة وأركان وأصول العقيدة والدين. أليف. يا شيعي يا قبوري، صحح عقيدتك ولا تكفر الآخرين ولا تخرجهم من الإسلام والدين. باء. يا شيعة يا قبورية، إذا كان دينكم ومذهبكم وتراثكم بهذا الضعف والوهن بحيث يعجز عن إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام، فلماذا الاستكبار والتنمر على الآخرين؟ شيعة التوحيد، سنة التوحيد، مسلمي التوحيد، أهل التوحيد. جيم. يا شيعة القبور، لماذا تكفرون أهل التوحيد، سنة التوحيد، شيعة التوحيد، وتخرجونهم من الإسلام والدين، وتنتهكون وتغتصبون وتهدمون وتحرقون مساجدهم مع إباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ فهم مسلمون وإن خالفوكم بالقبور وطقوسها أو بالخلافة والإمامة أو غيرها، كما أنتم مسلمون وإن تمسكتم بالقبور والطقوس والخرافة والتراث المنخور. 19. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.